مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من سلسله ابسطها لك في دقيقه هندسيه. اليوم بدي احكي لك مين احسن اشتغل بشركه كبيره بعدد ستاف كبير بمشاريع كبيره، ولا اشتغل في مكتب صغير بعدد ستاف قليل بمشاريع حجمها صغير، ولا اشتغل بشركه متوسطه بعدد موظفين متوسط وبمشاريع ذات حجم اما متوسط للكبير. حاب احكي لك انه اصلا بالبدايه وانس انك تخرجت الموضوع ما راح يكون في ايدك، مش انت اللي راح تختار وين راح تشتغل، سبيشالي اذا ما عندك حجم معرفي كبير واذا ما عندك واسطه مرتبه وثقاله في الشركات اللي انت حابب انك انت تروح تشتغل فيها. هذا عشان اكون واضح وصريح وخلينا احكي ماشي مع الواقع. مين احسن؟ خلينا نشوف بالفيديو الجاي. مرحبا، معكم جاسر مصطفى، مهندس معماري، اشتغلت بعدد شركات. خليني احكي لكم مين احسن انك انت تشتغل بمكتب صغير ولا بشركه كبيره ولا بشركه متوسطه. انا برايي الشخصي اذا انت كنت فريش جراجويت وانك انت حابب تبلش شغل، واذا كان القرار بايدك انك انت تبعد عن الشركات الكبيره، تبعد عن الشركات المتوسطه وتروح مع المكاتب الصغيره. راح تسالني ليش احسن اروح مع المكاتب او الشركات الصغيره؟ بحب اهنيك على هذا السؤال كثير قوي، واحب احكي لك انه تعال احكي لك ليش هاي المكاتب احسن. اول اشي المكتب الصغير راح تكون انت قريب على كل اعضاء الفريق وراح تتعلم كل مبادئ الشغل وراح تعرف كيف بيمشي الشغل بكل مراحله وبكل خطواته. الشغله الثانيه راح تكون كثير قريب من صاحب العمل وراح تكون كثير قريب من صاحب المكتب او مدير المكتب، سبيشال اذا كان معماري او اذا كان بتخصصك، فانت راح تتعلم منه 100% ايش الاشياء اللي بتفرق مع الزبون، ايش الاشياء اللي بتفرق بالشغل، ايش الاشياء اللي بتفرق في تنظيم الوقت للبروجكت اللي انت بتشتغل عليه. شغلة كتير ضرورية انه في بعض المراحل راح يسهل لك انت كمهندس في انك انت تجتمع مع الكلاينت، تعرف كيف يتم تسيير الاجتماعات مع الكلاينت. حتى لو انت كنت مهندس معماري فريش جراجويت او مهندس فريش جراجويت، فانت بسهل لك انك انت تجتمع مع الكلاينتس اذا كنت في المكاتب الصغيرة بشكل كتير اكبر من الشركات الكبيرة. من النقاط الكتير ضرورية في المكاتب الصغيرة ان هي بتقلب مشاريع بعدد كتير اكبر وبوقت كتير اسرع من الشركات الكبيرة، وبهي الحالة انت راح تتعامل مع عدد كتير كبير من المشاريع وكل مشروع له حالته الخاصة. وطبعا ما فعليك انه اذا اشتغلت بمكتب صغير فانت راح تشتغل في كل مراحل المشروع، مرحله خلينا نحكي البري كونسبت، مرحله الكونسبت والسكيماتيك، لمرحله البريليمينري ديزاين، ديتيل ديزاين، تندر دوكيومنتس والى اخره. طبعا في المكتب الصغير اذا كنت انت مهندس مكتب او مهندس تصميم فانت فعليا راح تحتاج انك انت تنزل تشرف على المشاريع بنفسك وانك انت تروح تستلم مراحل الشغل بنفسك، فهذا شيء كثير مهم. واذا كنت مهندس في الموقع فانت راح تضطر انك انت تروح على المكتب تتعامل مع المهندسين في المكتب وتشوف كيف تتم عمليه الدرافتنج والتصميم في المكتب، عمليه حساب الكميات والى اخره، فانت راح تضطر تشتغل في الجهتين اذا كنت انت في المكتب الصغير. هلا طبعا في اكيد ميزات كثير 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 كمان غير اللي انا ذكرته موجوده في العمل في المكاتب الصغيره، واكيد في ميزات في الشركات الكبيره والشركات المتوسطه راح نحكي عنها في فيديوهات ثانيه. اذا عندكم ميزات ثانيه انا ما ذكرتها بهذا الفيديو بتمنى انكم انتم تشاركوني رايكم بالكومنتس الموجوده تحت الفيديو لحتى نقدر نستفيد من بعض. ومعلومة أخيرة كثير مهمة لازم تعرفوا إنه المكاتب الصغيرة هي مكاتب غنية بالمعلومات بشكل كثير 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 كبير، وبتفيد الفريش جراجويت بشكل كثير 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 كبير. وشو ما كان مستوى هذه المكاتب فهي غنية بهاي المعلومات، حاول تستفيد منها قد ما تقدر تشتغل في مكتب صغير. وبعد سنة أو سنتين يا سيدي بعد اشتغلت في المكتب الصغير حدد أنت شو حابب، إيش الفيلد اللي أنت شايف حالك فيه، وبعديها روح قدم للشركة اللي أنت حابب أنك تشتغل فيها وإن شاء الله بيقبلوك وإن شاء الله تشتغل مع هاي الشركة. وطبعا زي ما حكينا إذا أنت عندك واسطة ولا إذا أنت عندك معارف فأنت مش محتاج لكل الحكي اللي بهذا الفيديو، روح اشتغل في المكان اللي أنت بدك إياه. وشكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.